الناقد الرياضي محسن لملوم معانا على التليفون. يا مسيو محسن، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير عليك يا استاذ نعوان، صباح الخير عليك يا استاذ كريم، صباح الخير عليك. تحياتي لكم طبعا ولكل جمهور قناه الاهلي الحبيب. مرحبا بحضرتك، وخليني اروح كده في البدايه وقول لنا ازاي شفت ماتشات تحديدا امبارح، خاصه لما اتكلم عن ماتش ريال ونابولي. يعني امبارح كان في عنوان الابرز للثمان ماتشات اللي اتلعبوا في بدايه الجوله الثانيه اللي دور ابطال اوروبا دور المجموعات، ان الارض رفضت اصحابها. يعني من الثمان ماتشات مفيش غير ماتشين اثنين بس اللي اصحاب الارض فازوا، يعني لانس الفرنسي لما فاز على ارسنال الانجليزي 2-1، والانتر الايطالي لما فاز على بنفيكا البرتغالي 1-0، لكن بقيه المباريات كلها الارض خذلت اصحابها. يمكن كان في ماتش واحد تعادل والباقي كله خسائر، طبعا كان ابرزهم زي ما حضرتك ذكرتي نابولي لما خسر على ارضه في ملعب ديجو ارماندو مارادونا قدام ريال مدريد، وطبعا مانشستر يونايتد لما خسر قدام جالاتا سراي في صدمه كبيره جدا بصراحه لكل عشاق الفريق بنتيجه كبيره 3-2، وللمره الثانيه على التوالي بيخسر وبقى صفر نقاط في مجموعته. طبعا ده شيء مفترض انه ما يحصلش لفريق كبير زي مانشستر يونايتد، لكن الاهم طبعا كان مباراه ريال مدريد ونابولي لانها كانت بتعني كتير جدا جدا جدا، ان انت نابولي بطل الدوري الايطالي او حامل لقب الدوري الايطالي الموسم الاخير، كمان بيتقدم في المباراه نفسها على في بدايه المباراه بيتقدم 1-0 على ريال مدريد، ويا ويلو اللي يتراجع او اللي يتاخر بهدف قدام فريق ايطالي تحديدا ملوك الدفاع في العالم، فما بالك ريال مدريد قدر بيعمل ريمونتادا ان هو بيتعادل وبعد كده بيتقدم، حتى لما نابولي بيتعادل من ضرب الجزاء برضه نابولي ما بيرميش المنديل زي ما بيقولوا، بيقدر يفوز ينهي المباراه 3-2. ده يعني كان بيحسم حاجات يعني الفوز ده بيعمل حاجات كثيره بالنسبه لريال مدريد، ان هو في فتره اخيره كان عنده كان ماشي بشكل كويس جدا، انتصرت في كل البطولات، لكن طبعا كانت خساره في ديربي مدريد قدام اتلتيكو ب 3-1 دي كانت مأثره على الفريق بشكل كبير، عملت هزه داخل الفريق العملاق طبعا ريال مدريد. يمكن بعد كده قدر يمسك نفسه لما فاز على لاس بالماس وفاز على جيرونا في مباراه قمه في الدوري الاسباني، وقدر يستعيد صداره الدوري الانجليزي عفوا الدوري الاسباني، لما حتى كان في تذبذب برضه او عدم ثقه في مباراه دوري ابطال اوروبا في المباراه الاولى لما فاز بصعوبه شديده على يونيون برلين في سانتياغو برنابيو بهدف في الدقيقه الخامسه من الوقت الضايع، كان في شويه شكوك. امبارح بصراحه المباراه اكدت قوه ريال مدريد او شخصيه ريال مدريد، مش قوه ريال مدريد نفسه، لان هو عنده عناصر خبره زي لوكا مودريتش زي توني كروز، لكن عنده عناصر هامه جدا زي طبعا جود بلينجهام، ده حاجه بسم الله ما شاء الله مستقبل ريال مدريد، وجونيور فينيسيوس اللي هم طبعا تنوعوا حتى الهدف الاول والهدف الثاني. كمان كان في شخصيه كارلو انشيلوتي ما ننساهاش امبارح، لان هو كان بيدرب نابولي في 2019 ورحل بشكل غريب جدا بسبب مشاكل ليه مع رئيس النادي وقتها، يمكن كانت المباراه امبارح بتعني الكثير جدا لريال مدريد، اهمها بيفرض شخصيته في دوري ابطال اوروبا تحديدا اللي هو اشبه كده بالنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. طيب في ضوء متابعه حضرتك للنسخه الحاليه من البطوله دي، نقدر نقول ان يعني ممكن يبقى في حصان اسود قادم من بعيد، ولا الى حد كبير عفوا الامور محسومه للثلاثي او الرباعي المعتدين الاقرب للوصول للماتش النهائي؟ طبعا هو الكلام اصلا مبكر لسه عن الحصان الاسود، لكن نقدر نقول بصراحه في ظل المستويات اللي احنا شايفينها برضه مش هتكبر زي ما حضرتك قلت يا استاذ كريم عن الرباعي او الثلاثي اللي هو المرشح، وان كان في وجهه نظر ابرزهم ريال مدريد بشخصيته، مش الفرقه كلها بصراحه، الفرقه مش متكامله لكن عنده مشاكل في الدفاع وعنده مشاكل كتيره، لكن شخصيه ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا بتبقى غير. كمان مانشستر سيتي لو اجاد استغلال البطوله دي يقدر يحققها للعام الثاني على التوالي، لانه بصراحه هو اقوى الفرق حتى الان، كل الفرق لم تقنع حتى بايرن ميونخ، حتى اللي فازوا كلهم بكل امانه ما يعني مش برضه ما اقدرش اقول انه هيذهب بعيدا في البطوله، لكن الـ يعني برضه هتفق مع حضرتك انها مش تخرج من الثلاثي او الرباعي، يعني تحديدا بصراحه ريال مدريد ومانشستر سيتي هم الاقرب حتى هذه اللحظه. يعني استاذ محسن، عايزه قبل ما نختم حضرتك اروح لنقطه اتكلمنا فيها امبارح والاراء فيها شويه مختلفه، فكره الدوري السعودي هنا وبحث الاتحاد السعودي ان زياده عدد المحترفين ل او الصفقات يعني الاجنبيه من 8 ل 10 افراد، هل القرار ده بتشوفه حضرتك يعني زياده الاجانب تحديدا لصالح الاتحاد لصالح الدوري السعودي والكره السعوديه، ولا الكلام ده ممكن يؤذي الكره السعوديه على اللونج ران زي ما بيتقال او على الخطه طويله المدى؟ طبعا هم القائمين على الدوري السعودي اكيد عارفين دارسين كل حاجه، لكن وجهه نظر شخصيه من خلال متابعاتي ان الخسر الاكبر
بزياده عدد المحترفين ل 10 بدل 8 هو المنتخب السعودي الاول لكره القدم. كلنا شفنا المنتخب السعودي طبعا في كاس العالم عمل مفاجاه كانت رائعه جدا بالفوز على الارجنتين اللي بعدين طبعا فازت بالبطوله. لو شفنا المباراه دي لما فاز على الارجنتين كان 9 من اللعيبه الاساسيين من فريق الهلال. النهارده الهلال نفسه بقى بيلعب منه 3 فقط لا غير السعوديين، والثمانيه محترفين، حتى حارس المرمى بقى ياسين بونو المغربي طبعا. وهتقعد مين ولا مين يعني لما يكون عندك واحد زي نيمار؟ بقيه الفرقه كلها طبعا اسماء لا حدث ولا حرج. فانت النهارده كمان بتزود العدد ل 10، يعني انت ممكن يرسل عليك في بعض الاحيان يبقى لاعب سعودي واحد فقط بيلعب في المباراه مثلا في فريق زي الهلال اللي هو الزعيم الكبير. طبعا اتمنى يكون الترتيب ده كويس، لكن اخشى ما اخشى ان المنتخب السعودي هو اللي يدفع الثمن في القصه دي. ويمكن كان لنا تجربه في الدوري الانجليزي اللي هو البريمير ليج الاقوى في العالم، لما كان الدوري وما زال طبعا هو الاقوى في العالم، ولكن المنتخب الانجليزي هو اللي بيعاني، وشفنا بيخرج من الامم الاوروبيه وبيخرج من كاس العالم الحصيله صفر. اتمنى ان ده ما يحصلش في الدوري السعودي، يكون عندهم خطه لانقاذ المنتخب السعودي في ظل توفر المحترفين طبعا بكثره في دوري روشن السعودي. انا عندي برضو سؤال يعني استكمالا للنقطه اللي بنتكلم فيها. انا دلوقتي عشان اطور منظومه، واكيد حضرتك يعني ادرى مننا بالنقطه دي، هل انا بشتغل بس على الفرق الحاليه، ولا المفروض عشان اعمل خطه تطوير للكره في البلد اللي انا فيها بشتغل على تحديدا قاعده الناشئين؟ وهل فعلا السعوديه دلوقتي بتشتغل على الناشئين، وهل جايبين من الكوادر برضو الاجنبيه اللي ممكن تفيد وتطور تحديدا في السن ده اللي هو السن الاهم اصلا، ان انت بتبني فعلا الشخصيه وبتبني الفنيات بتاعه اللاعب علشان اللونج تيرم يبقى عندي لعيبه سعوديه بنفس مستوى اللعيبه العالميه اللي انا بجيبها بملايين الدولارات، ممكن تكفيني ان انا اجيب من الناشئين وقاعد الناشئين بتاعتي المختلفه. فهل عندك اي معلومه عن النقطه دي؟ لا، هو في قطاع الناشئين موجود وبيهتموا بيه، بس هو للاسف الناتج في النهايه ما بيلعبش، لان في النهايه في الدوري الاكبر اللي هو الروشن، وحتى دوري يولو اللي هو برضه قوي، المحترفين بيبقى بيضغطوا عليه بشكل كبير، فهو في النهايه بيعمل قاعد ناشئين لكن في النهايه ما بيلعبش. هنقول مثلا الحل الثاني ان هو بيحترف زي ما بيحصل مثلا في اي دوري في العالم. للاسف وانا مش سامع يا جماعه كويس خالص بصراحه، انا مش سامع. انت سامع كويس؟ الو. انا او حضرتك بتتكلم بسرعه مش انا بصراحه مش سامعه. اتفضل استاذ محسن. بقول لحضرتك موجود طبعا قطاع الناشئين وفيه اهتمام، لكن في النهايه لما بيوصل للمرحله الاخيره اللي هو لما بيكون في الفريق الاول ما بيلعبش، ما بيلاقيش الفرصه، لان طبعا بيبقى فيه المحترفين الاجانب بيضغطوا على كده. عشان كده ما بنلاقيش كمان الحل الثاني الامثل اللي هو اللاعب مثلا لو كويس بيحترف. ما فيش اللعيبه السعوديه للاسف، او اللعيبه اللاعب الخليجي عامه ما بيحترفش بره، الاوبشن ده مش موجود في دوريات الخليج. عشان كده بتلاقي المحصله في النهايه مش عايز اقول صفر، ما بتبقاش بالشكل المطلوب. النهارده الدوري السعودي عشان بيطوروه موجود بعض الكوادر فيه من الدوري الانجليزي، يعني بعض كوادر الدوري الانجليزي موجوده بتخطط للدوري السعودي، عشان شفنا الشكل اللي احنا شايفينه النهارده. دوري روشن من اقوى دوريات العالم، لكن للاسف قطاعات الناشئين رغم افرازاتها للاعب الموهوب او اللاعب الخليجي السعودي الموهوب في النهايه ما بيلاقيش الفرصه. هي دي الازمه الكبيره. موجود اهتمام بالقطاعات الناشئين او الفئات السنيه زي ما بيقولوا، لكن في النهايه ما بيلعبش. يعني حتى لو توفرت الموهبه، وعلى فكره موجوده الموهبه في السعوديه، لكن في النهايه ما بيلعبش. ما هو ليه ما لحقش يلعب؟ هو احنا بنتكلم على ناشئين لسه يعني سنهم صغير. أيوة. التجربه اللي احنا بنتكلم فيها دي لسه تجربه حديثه، هم ما لحقوش. انا بتكلم على خطه طويله المدى، انا بشتغل على الناس اللي هم الصغيرين الاطفال دلوقتي من سن مثلا 6 سنين لفوق. انا بتكلم موجود. على ده. موجود، لكن في النهايه انا بتكلم في ان هو لما بيزود عدد المحترفين في النهايه بيقلل فرص المحليين. بالظبط، ده اللي اقصده، ان هو مش هيلاقي الفرصه، وخصوصا ان اللاعب السعودي ما بيحترفش بره، يعني مش الاوبشن ده مش موجود، ما بتلاقيش لعيبه سعوديه مثلا محترفين. اعتقد النوع ده من الامور يا استاذ محسن من النوع اللي لازم نستنى عليه، يعني عشان تقدر تتضح الصوره ونقدر نكون يعني انطباع عام عن مدى نجاح التجربه السعوديه في هذا الاطار من عدمه. اكيد طبعا نتمنى طبعا التوفيق، لكن زي ما قلت حضرتك اللي هيكون فيه رهان اكبر في شهر يناير المقبل في كاس الامم الاسيويه اللي هتقام في الدوحه. هنشوف ساعتها هل المنتخب السعودي تحديدا استفاد من هذه التجربه ام هتكون ضرر. هتتضح الامور. نتمنى ده ما يحصلش. احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده. شكرا جزيلا للناقد الرياضي الاستاذ محسن لملوم.